هذا وأوصى المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء بتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها لدعم القضية الفلسطينية بكافة الوسائل الممكنة، تأكيدا على وحدة الصف والتضامن الإسلامي. كما ثمن جهود القيادة المصرية في تعزيز الخطاب الديني الوسطي المعتدل وتقديم خطاب ديني مستنير يواكب العصر، ودورها كذلك في مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب. مجموعة من التوصيات والقرارات المهمة التي خرج بها المؤتمر العالمي التاسع لدور هيئات الإفتاء في العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية بعنوان الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع. نحن في عالم متسارع، قضايا عديدة تواجه العالم كل ككل وتواجهنا كمسلمين اليوم، تقتضي منا أن نحاول التناغم بين الحفاظ على البعد المقاصدي للشريعة الإسلامية في أبعادها وفي محتوياتها وفي أهدافها، وبين التناغم أيضا يعني محاولة إيجاد الحلول التي تعتمد على النص والعقل حتى نستطيع أن نجيب على هذه التحديات. وفي ختام فعاليات المؤتمر الذي أقيم على مدار يومين بالقاهرة، تم مناقشة العديد من ملفات وقضايا الأمة الإسلامية والعربية، وكانت القضية الفلسطينية على رأس أولويات المؤتمر. القضية الفلسطينية تمر بمرحلة صعبة، بمرحلة خطيرة. هذا المؤتمر يمثل فرصة لعرض المواقف الإسلامية الثابتة، مواقف كل الدول الإسلامية وفي مقدمتها مصر، من القضية الفلسطينية، الدعم الثابت للشعب الفلسطيني، الرفض التام لكل الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية، التأييد الكامل للشعب الفلسطيني ولنضاله من أجل نيل حقوقه المشروعة وفق القرارات الشرعية الدولية. بخصوص فلسطين ما في شك، يعني هناك عدوان واضح على الشعب الفلسطيني، على الأرض وعلى البشر وعلى الحجر وعلى الشجر، ولكن الشعب الفلسطيني هو شعب صابر وشعب مرابط، وبالتالي في نهاية المطاف سينتصر الشعب الفلسطيني ويصل إلى حقوقه المشروعة بحريته وتقرير مصيره وكرامته كسائر شعوب العالم في هذه الأرض. المؤتمر شهد حضورا من كبار المفتين والوزراء ومن علماء الشريعة ورجال الفكر والباحثين والمتخصصين في شؤون الفتوى من أكثر من 104 دولة حول العالم. بصمات دار الإفتاء المصرية كبيرة جدا ومؤثرة وإيجابية، وأصبحت هي قبلة المستفتين في كل مكان، وذلك لما تقدمه من علم رصين وتأصيل ممتاز وفهم عميق لديننا الحنيف، ونشر رسالة الوسطية والاعتدال والتعريف بالإسلام وبسماحته وسعته ومرونته وأحكامه التي فيها الخير للإسلام والمسلمين وللعالم أجمع. مؤتمر ذو فعالية عالية جدا، يعني نقدر نقول حراك علمي نحو تقدم إن شاء الله، ويعني مما يصدر من خلال فتوى في الفتوات السابقة إن بعض الكثير من الناس يمكن دخل في الإفتاء وجعل هذا الأمر ده أمر هين إن يتكلم في القاصي والداني كما يقال، مع أن الأمر له خطورة عالية جدا. والمؤتمر الحقيقة يعني طرح أطروحات كثيرة في غاية الروعة والجمال، وقد يكون من ضمن وأهدافها العالية أوي اللي هو يعني تحجيم الفتوى على أهل الفتوى فقط. وخلص المؤتمر التاسع للإفتاء إلى أهمية مساهمة الفتوى الرشيدة في صياغة عالم أخلاقي، وأن تصبح الفتوى جسرا للتفاهم العالمي ومواجهة التحديات الأخلاقية والاجتماعية الراهنة في شتى أرجاء العالم. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.